تعرفنا بناس كي دايرين ان شاء الله اليوم فيديو جديد. شوفوا اليوم غادي نشارك معكم واحد الماكله مصريه. بعد اول حاجه درت لكم بوجي بحال هكا في الاول شحال هادي درت لكم قديوه بحال هكا غاباش ما تهجموش عليا في الكومونتير على قبل زعما تقولوا لي صافي نسايه ولا شي حاجه. هادي راه غير ماكله عادي زعما عادي لا طيبت الماكله ولا شي حاجه بحال ثقافه وعارفه ماكله ديال شي دوله ولا بحال داك لي بات ديال الطاليان وبيتزا ديالهم حتى هي الكنافه ديالهم والكلاش ديال مصر داكشي صافي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكنافه المصريه بواحد الطريقه خطيره بزاف بحال هذوك السوريين تقريبا. وغادي نشارك معكم عصير الكلاش المصري المالح بواحد الطريقه جديده بزاف اول مره غادي تشوفوها. وغادي نشارك معكم عصير الكلاش الحلو اللي عامر بالمكسرات وداكشي تيجي خطير وبحال البقلاوه ورقه على ورقه وتيتخرشش بحال هكا. المهم ان شاء الله نبداو الفيديو ديالنا. يلا غيدوز واحد الفيديو يلا. شوفوا دابا اول حاجه غادي نبداو بها هي الكنافه. الكنافه منين غادي تاخذوها؟ غادي تاخذوها من مرجان اسواق السلام اي سوبر مارشي تقدروا تلقاوها في بيم اي حاجه تلقاوها موجوده. المهم انا هنا خدمت بكيلو ديال الكنافه غادي تهزها وغادي تبقاي تحليها بهذه الطريقه اللي تتشوفي فيها دابا. حليها تقريبا غادي تستغرق معك الوقت ديك 7 دقائق ديال الحله لحقاش هي تتكون مجموعه وتتكون طويله وحنا ما بغيناش نخدموا بها طويله بغيناها تجينا كي غادي نقول لكم ماشي بحال الصفه. المهم تجينا مقطعه بحال هكا وصافي. هنايا لي فروي ساك هنايا خدمت انا درت اللوز شويه الكاجو درت شويه ديال النوازيت. انتيا تقدري تخدمي غير باللوز تقدري ديري اي حاجه عندك تقدري ديري غير كاوكاو. المهم انتيا اللي عندك موجود غادي ديريه. انا هنايا كانوا عندي شي اللوز والكاجو موجودين في الدار وفاش خرج قلت صافي خليني نزيد النوازيت صافي. اما انتي تقدري انتي حره ديريها باش ما بغيتي. ونقول لكم واحد الحاجه الكنافه عاوتاني تجيب كاوكاو خطيره بزاف تجي البنه ديالها واعره واعره لحقاش فيها مجربه كاوكاو بحال هكا خدمتو تيجي واعر. المهم هنا هرمشت داكشي كيف ما شفتو حاول داكشي ما نطحنوش بزاف خليه تبين شي حبيبات. المهم صافي حنا سالينا ليطاب الاولى. ليطاب الثانيه هي داك القطر ديال الكنافه جوج كيسان ديال سنيده جوج كيسان ديال الماء فانيا شويه ديال الحامض تعصري الحامض وصافي تحركي هادشي حتى يذوب مع بعضياتو وتخليه يغلي تقريبا شي 20 دقيقه وصدي عليه. هو راه نورمالمون التكستور ديالو تكون قاصحه ولكن انت غادي تطفي عليه بلا ما يقصح لحقاش غير غادي يبرد اوتوماتيكمون غادي يقصح راه باينه غير العسل سخنتي راه غادي يولي دايب. المهم دابا هنايا درت جوج معالق على هذيك اللوز وداكشي ديالي اللي خدمته. غادي نهز هذاك المول اللي غادي نخدم فيه غادي ندهنو بالزبده كيف ما تتشوفوا. بعدا راه واحد الحاجه سهله 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 بزاف وما غادي توقفي فيها حتى نص ساعه كامله ما في كلشي القطر ديالها كلشي سهل. تتسرحي الكنافه كما تتشوفوا كاين واحد جوج ديال النواع. كاينين الناس اللي تيديروا الكنافه في الاول تيخلطوها مع الزبده عاد تيبداو يديروها في المول ولكن انا جربت هذه وجربت هذه الطريقه اللي بخاتيك بزاف وسهله هي تدهني المول ومن بعد تديري فيها الكنافه ديالك وعاد تبقاي ديري الزبده تكوني مذوبه ومخلطاها مع شويه ديال الزيت العاديه. علاش؟ لحقاش في الفران فاش تدخلي الكنافه هذيك الزبده تزيد تسيح وتتوصل الكنافه ديالك كامل يعني ما كاينلاش تخلطيها في مول هاد بحال تخلطيها في بلاصه تحطيها في المول بحال غتعجل لك. هاد الطريقه سهل وحسن. من بعد درنا الطبقه الاولى ديال الكنافه غادي نديرو الطبقه الثانيه ديال لي فخويساك ديالنا. لي فخويساك غادي نخلطوهم بوالو غادي نخليهم بحال هكاك ناشفين وغادي نحطوهم. ودابا الطبقه الثالثه هي غادي نسدو عاوتاني بالكنافه واللي هي الاخر صافي. هنايا تعتبري بلي انت صافي ساليتي الكنافه ديالك. وراه هي الكنافه راه تتباع غاليه بزاف ولكن الا درتيها في الدار تخرجك واحد كونتيتي مزيانه وما تتقامش عليك غالي بحال كي تشري مورسو من برا داير 7 دراهم ولا 8 دراهم. المهم نفس الطريقه تتشدها تبقاي ديري عليها هذيك الزبده وديك الشيته ديالك من الفوق بحال هكا تدوزيها تقريبا من كلشي. هنايا غادي نهزو شي كاس باش نصاوبو ليها التضغيطه ديالها الدوره ديالها بحال هكا كيف ما تتشوفوا باش تجي شاده على بعضياتها ما خصهاش تجينا مرخوفه باش فاش ناكلوها نحسو بها مشدوده ونحسو بديك العضه فيها عضه معلكه فاش نزيدو لها داك القطر في الاخر. المهم دابا صافي ها هي ولات واجده هي هذيك ناضيه. دابا غادي ندخلها للفران. الفران ديجا غادي يكون سخون على درجه الحراره ديال 150 اللي عندها فران ديال الغاز تسخن الفران ديالها شويه ونخليها حتى طيب من التحت عاد نشعل عليها تحمر من الفوق. وباش غتعرفيها تحمرات لك من التحت صافي طابت غادي تبان لك الكنافه من الجنب بحال الذهبات يعني صافي غطفي عليها من التحت ودابا غتشعلي عليها من الفوق.
هذه هي الطريقه ديال التطياب ديال الكنافه، انا شرحتها لكم بالديتاي، وغادي تخليو ليها غير مذهبه، ما غاديش تخليوها تحمر بزاف. المهم غادي نقول لكم واحد الحاجه، سمحوا لي بزاف كاميرا في هذه اللقطه في واحد دقيقه ونص ما كاملش دقيقه، مهم كانت شويه مضببه ليا غير، المهم انا عاد ما رديتش على البلد ولكن بصحتها دغيا ما طولش معكم الضبابه بزاف. شوفوا هنا خدمت ورقه الفيلو، سرحتها حدايا وغطيتها، ورقه الفيلو تيجي تتباع في بيم، تتباع في اي بلاصه راه معروفه. دابا هنايا غادي نخدم دابا فوق الرخامه ديالي، غادي نبدا نحط جوج ورقات ديال الفيلو. ها انتما كما تشوفوا وحده فوق وحده، وما دهناش ما بين وحده بوحده بالزبده لا بوالو، عاد غادي ندير جوج ورقات، عاد غادي ندهن من الفوق بالزبده كيف ما شفتوا تما. عندي الزبده مخلطه مع الزيت وهنايا هاد الورقه ديال الفيلو، هاد هادي اللي غادي نوريكم دابا سميتها الكلاش. هاد الورقه ديال الفيلو دابا هاد الوصفه هادي بالضبط تاخذش لينا كاع لا زبده لا والو، غير شويه. دابا هنايا ما جوج ورقات غادي نديرو الزبده، وعاد غادي نديرو جوج ورقات وغادي نبداو ندهنو بالزبده والزيت، كل جوج ما بيناتهم دهنه، جوج ما بيناتهم دهنه باش ما تجيناش عامره بزاف، تجينا ناشفه وتجينا في العضه خفيفه. ها انتوما كما تتشوفوا دابا من بعد ما دهنتهم كاملين جوج في جوج في جوج، دابا غادي نبدا نقطعهم بهذه الطريقه هذه طوالين بحال هكا. مهم الحمد لله عفا علينا الله من الضبابه، مسشفت الكاميرا ومسحتها وتعصبت، ما نقولش لكم في ديك اللحظه تنقول واش نعاود ورقه واحده اخرى ديال الفيلو ونمسح هذا الشيء كامل، نقول صافي غندوزها وصافي. هنايا تبقاي دوري بحال هكا حتى تكوني مربع مقاد، ديري مثلث عاد تتقطعي باش يجيك مربع ديالك مقاد نيشان. نعاودها معكم الطريقه الاخرى، دوري وتقطعي بحال هكا باش تحصلي على مربع يكون مقاد. المهم هنا هذاك اللوز وداكشي اللي صاوبنا قبيله اللي بقى لينا زدنا عليه ثلاثه المعالق ديال الماء زهر باش يطلق لينا هذيك النسمه. تندهنوا الطلاطه ديالنا وتتشدي هذاك المربع اللي قبيله اللي قطعناه وتديري فيه. دابا انا ما بغيتش نزرب لكم باش تشوفوا مزيان، ثقوا بيا هاد الوصفه بالضبط، هذه بالضبط واعره 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 لواحد الدرجه ما تقدريش تخيليها، وعلى بنه وعلى عضه تجي فيها. ديرها في المناسبه، ديرها في رمضان، ديرها في العيد الصغير، ديرها في اي مناسبه، سهله بزاف وخطيره خطيره بزاف فوق بزاف. المهم واللي كلامنا واحد والله ما تيقدر يحبس، واعره. المهم صافي تبقاي ديري بحال هكا، واحد الحاجه غادي ديريها في راسك هي فاش تجي تدخلي غتحاولي داك الراس تدخليه في اللي قدامه. انا غادي نقلب لكم النور باش تشوفوني شنو عنيت. شوفوا انتما الراس ديالها مدخلاه من التحت وما تتشدوها لا بطحين مع الاخر لا والو، هي تتجي ديك المثلثه تتجي بحال هكاك باش تشد لا فورم ديالها، فهمتوا؟ دابا هنايا غادي نبداو ندهنوها شويه من الفوق بحال هكا كيما شفتوا باش تجي هذيك التكرميله مزيانه. ودابا صافي راه دخلتها للفران. هنا القطر ديالي واجد، الطريقه ديال الطياب ديالها بحال ديال الكنافه، تحمر من الفوق تشعلي عليها من الفوق وغير ذهب صافي الكنافه. صافي ها هي القطر ديالها واجد كيما تشوفوا دابا راه بحال الماء. علاش؟ لحقاش دابا هو راه ديجا مازال سخون نورمال يكون بحال الماء، ولكن الا خليناه يبرد غير 20 دقيقه غتولي التكستور ديالو شويه ثقيله، وحنا دابا محتاجينو يكون بحال الماء باش فاش نجيو نديروه على الكنافه يدخل من الجناب ويوصل حتى للتحت، فهمتوا؟ ضروري تكون الكنافه سخونه ويكون القطر مازال يلاه سخون. واحد لاسيوس وحده اخرى هي دابا كما تشوفوا دايره صفايه وتنخوي بالمغرفه. علاش صفايه؟ تتنزل لنا داكشي بواحد الشكل متوازي وتيدخل لنا هذاك القطر حتى لتحت وتيوصل لكلشي الكنافه، ماشي تجي بلاصه فيها العسل فيها داك القطر وبلاصه ما فيهاش. هذه اسيوس ديال صفايه زوينه وتستعملوها ماشي غير الكنافه، هذه بزاف ديال الحاجات المهم هاي في بالكم وصافي. شوفوا دابا الكنافه كيفاش تجي، تجي مشدوده وتجي خطيره وتجي وعلى بنه واعره احسن كاع من الكنافه اللي تتباع على برا. شوفوا كيفاش تجي مشدوده وتجي ديك مذهبه، خليتها غير مذهبه ولا دغيا تطيب، ما فيها لا محنه لا حتى شي حاجه. دابا هنايا صافي غادي نبدا نقطع فيها. الطريقه ديال التقطاع ديالها راها سهله، نتوما حاولوا تقطعوها مزيان، انا شويه راه تنبقى نتمايل بحال هكا. المهم شوفوا تتقطعها مربعات، من الاحسن مربعات يكونوا بحال هكا كيف ما درت انا، ماشي صغار وماشي كبار باش تجي ديك الحلاوه ديال الماكله فيها تتجي زوينه. هنايا انا عندي البيستاج طحنته واحد شويه صافي ودرته عليها من الفوق بحال هكا صافي. هنايا صافي غادي يكونوا كملنا كنافه ديالنا. غادي ندوزو دابا للكلاش اللي تيكون مالح. عرفتكم هذا الكلاش في الاخر غادي نوريكم عليه شي حاجات غادي تستغربوا واحد شويه، ولكن شوفوا راه تيجي فوق الخيال ديال واعر.
تجي خطير بزاف. هنايا نورمال عندي درت البصله، درت فلفله حمراء خضراء، تيديري الفلفل اللي عندك موجوده في الدار. دابا غادي نصد عليها هكا وغادي نخليها حتى تشحر واحد شويه. هنا خرجت هادو المتلتين هادو اللي دخلتهم قبيله الفران على ما يتشحر لي الكفته. دابا غادي نخدمهم، شوفوا كيفاش تجيو ورقه على ورقه خطيره بزاف. انا هنا غادي نسكت ونخليكم تسمعوا واحد الحاجه. سمعتوا الصوت كيفاش داير؟ انا هادي حليتها ودرت لها بحال هكاك على قبلكم باش تشوفوا بلا ورقه على ورقه تتجي وتيجي داكشي مقرمل من الداخل ومن برا خطيره. هنا لاحظتوا شوفوا التكسور ديال القطر كيفاش ولا، ولا شويه ثقيل لحقاش برد شويه، ولكن ماشي مشكل. هذا غير دوك المتسلتين كما درتي ليه ماشي مشكل، عادي وما يجيو معسلين من برا وصافي. صافي دابا تبقاي تدوري عليهم هذاك القطر بحال هكا من الفوق وكلشي. ودابا غادي نزيد عليهم عاوتاني البيستاج من الفوق. البيستاج كيفاش الطريقه غادي ديريه؟ غادي ديريه طول، تيجي شيك بزاف بزاف بزاف. والحطاطه تحط في هذا هماويه وحق الله. مهم دابا بعد ما حطيناه ساليناه رجعنا للكفته ديالنا وداك الشيء. دابا زدت العطريه، درت نص كيلو الكفته العطريه، درت الملح البزار توم بودغ صافي مكثرتش، والقزبر والمعدنوس. من بعد فاش داك الكفته صافي طابت وكلشي زدت معلقه وحده ديال مطيشه الحك. دابا صافي غادي نبقى نحرك فيها غير بحال هكا واحد جوج دقائق ما كاملاش باش تنسجم ديك مطيشه الحك مع هذا الشيء. وهنا غادي نزيد الزيتون الخضر مقطع. هاد الزيتون الخضر مقطع راه غير اضافه، كاين اللي تيديرها كاين اللي ما تيديرهاش. المهم انت في هاد الحشوات تتبقاي حره، ولكن انا عطيتك هنا المهم اللي تيدار في هادي اللي غادي نوريكم دابا. هنا خويتها في هاد البول هذا علاش؟ لحقاش انا بغيت دغيا يبرد ليا باش نخدم دغيا داك الشيء ديالي. هنا غادي تشدي شي طاوه مدوره ولا مربعه ولا داكشي ماشي مشكل، ولكن من الاحسن ما تكونش كبيره بزاف باش نخدمو فيها مزيان، تكون مجموعه. هنا كيف ما ديما غادي ندهنوا الطاوه وغادي نبداو نحطو بجوج ورقات بجوج ورقات، ماشي كل ورقه بوحده، بجوج بجوج كيف ما درنا قبيله في داك الحلو غادي نعاودو نخدمو في المالح بحال هكا. دابا هنا حطيت تقريبا شي ربعات الورقات، وحطيت هذيك الكفته ديالي بحال هكا وسرحتها من الجناب ومن كل شيء. دابا غادي نزيد عليها الفرماج. الفرماج بغيتي تزيديه زيديه، ما بغيتيش تزيديه ما تزيديش، لحقاش هذا عاوتاني تيبقى غير اضافه وصافي ماشي من الضروريات. عاوتاني غادي نبدا نحط دابا جوج ورقات، وغادي نبدا دابا ندخل بصباعي بحال هكا، ولكن هنايا ما غاديش تلمطيها دابا. ما انتم بقاو معايا غتفهموا واش بغيت نقصد لكم. المهم دابا تبقاي تدخلي غير بصبعك بحال هكا، غادي تدهني عاوتاني وغادي تزيدي تحطي جوج ورقات كيف ما شفتوا. الدهين ما تكثريش من الدهين بزاف، ما باش ما تجيش مزايته لك مزيان بزاف. دابا صافي غادي تبقاي تحطي بحال هكا، وغادي تهزي موس هذاك الشيء اللي في الجناب كامل غادي تقطعيه كامل، غادي تحيديه عليك بحال هكا. غادي نكونوا ديجا مشيطين ورقه، غادي ندهنوا شويه من الفوق بحال هكا ونكونوا مشيطين ورقه، وغادي نحطوا هاد الورقه الاخرى اللي مشيطينها غير وحده ماشي جوج، هي اللي غادي نلمطوا بها. صافي وانتي ساليتي هاد الحشوه ديالك. ولكن اللي ما غادي تفهموش في هاد الحشوه هادي اللي غادي تستغربوا وغادي تقولوا ها هي لحد الان مزيان علاش دارت بحال هكا في الاخر، وبالعكس هذيك هي اللي تترد تتبدل كيفاش هاد القلاش هذا مخدوم. هذا راه سميتو القلاش، المصريين تيديروه في مناسبات، تيديروه المهم تيديروه مثلا في شي عزومه زعما تكون شي حاجه، تيديروا هاد القلاش هذا راه فعلا تيجي واعر وتيجي بنين بزاف. تنقطعوه بحال هكا، تنقادوه مربعات. علاش دابا تيتقطع في هاد المرحله هادي ماشي بحال البسطيله ديالنا تاع الاخر عاد تنقطعوها؟ لحقاش هاد ورق الفيلو جات على الاخر ويتقطع سورتو هنايا شنو غنديرو؟ غادي يتفرتت بزاف. الوغ ما من الاول هما تيقطعوه. هنا غادي نديرو تقريبا كاس ديال الحليب، غادي نديرو بيضه، زيت البوافو، بغيتي تزيدي زيدي، مبغيتيش تزيدي ما تزيديش. تقريبا درت نص معلقه ديال البيكن باودر ديال خميره الحلوه، ومن بعد غادي نبقاو نخلط. انا علاش زدت هاد البوافو هذا؟ باش يطلق لي دوك النقاط كحلين ويجي المنظر زوين. شوفوا ما تعجبوش. دابا غادي نبدا ندير هادشي من الفوق بحال هكا. المهم حنا درنا اكله مصريه خصنا نتبعوها كيف ما درناها في الاول، كيف ما غادي نبداو كيف ما غنكملوها بالطريقه ديالهم وبالشرح ديالهم هما. دابا غادي ندخلوها الفران. الفران غنخليوها طيب من التحت عاد نخليوها تحمر من الفوق، راه غادي تجي داكشي خيالي بزاف. هنا كنشاط ليا شويه ديال الكنافه، هنا كنشاط ليا شويه ديال الكنافه. غادي نبدا ندهن هذاك المول ديالي بحال هكا، وغادي نحط الكنافه، غادي نبدا نسرحها. هذه غير انا زدتها في الاخر من شفت الكنافه شاط وشاط هذاك اللوز، زدتها في الاخر باش ما نضيعش، ونيت غادي نوقلت نوريكم شكل جديد.
درت ودرت الكنافه، درت من فوقها تقريبا كل وحده عليها ما كاملش ربع معلقه ديال الزبده كيف ما شفتوا، ودابا وتبتها بالكاس مزيان بحال هكا. ودابا غادي نبداو نحطوا اللوز وداكشي اللي انتي موجده كاو كاو ولا اللي انتي بغيتي. صافي دابا غادي نبداو عاوتاني نحط عليها الكنافه من الفوق كيف ما تشوفوا. الصراحه هذه تتجي خطيره حتى هي، وتتجي بحال العش، تتجي واعره. وكثرت عليكم الوصفات في هذا الفيديو، ولكن صافي منين درنا الكنافه خلينا نديرو، درنا الكنافه والقلاش صافي نديرو داكشي كله دقه واحده. الحق ماشي في كل فيديو غادي نبقاو نديرو الكنافه الكنافه، صافي كلشي شرح عام على الكنافه في هذا الفيديو هذا بطريقه مزيانه. لحقاش الكنافه تتجينا بحال مع شنو ديال سوريا ولا مع ديال مصر، تتجينا صعيبه وهي راه ساهله زعما، راه اي وحده تقدر ديرها من اول مره تخرج ليك خطيره بزاف. مهم هنايا ها نتوما شوفوا كيفاش داكشي شرب وكيفاش جا داكشي واعر. غنسكت وتسمعوا، سمعتوا كيفاش تخرشيتها كيفاش تجي، تجي خطيره بزاف. مهم دابا انا هادشي اللي وجدت في هاد الفيديو هذا ما كذبش عليكم، وصفات ناجحين 100%، وصفات بساط ما فيهمش بزاف ديال المقادير، ما فيهمش شي حاجه اللي كبيره وتقدروا ديروهم حتى في رمضان. المهم انا فرحت بزاف، داكشي صدق ليا زوين. صافي دابا نخليكم معايا يلا البنات. صافي دابا وصلت نهايه ديال الفيديو ديالي، هادشي هذا راه جا واعر بزاف. بغيت دابا نحطو فشي حطه داك ديال داكشي اللي شريتو مذهب وداكشي، وانا نقول ما كاينش زعما ما كاينلاش. المهم حتى نكون مثلا في رمضان ولا شي حاجه ونستخدم. شوفوا 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 واعر واعر واعر، شوفوا شوفوا كيفاش دايره. هاد راه فاتح قبيله اللي تابعكم اللي كتشوف، شوفوا 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 داكشي تيحمق تيحمق بزاف بزاف. اما الكنافه انا غنوري عليكم كيفاش جات من التحت، شوفوا كيفاش جات شاربه العسل. ها شو شاربه العسل وكلشي، تجي خفيفه في العضه ديالها وكلشي. اما هادي الصراحه كلشي درتو اليوم واعر واعر. شوفوا هادي هادي بالحليب وداكشي، انا في اول مره جاتني عجب، ولكن راه تخرج واعره بزاف بزاف. وصافي اخر حاجه درتها فشطت ليا هذيك، ها نتوما شوفوا هادي هادي بحال هكا. شوفوا 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 شوف كي تجي، تجي فنه بزاف بحال العش، تجي زوين. هاد الوصفات ديال اليوم جاو واعرين بزاف، و الا درتوهم شاركوهم معايا في انستغرام ديالي، تنفرح فاش شي وحده تطاغيني ولا تصيفط ليا وداكشي. وش غنقول لكم ما عرفتش. المهم تنبغيكم بزاف بزاف، وهاد الوصفات راه على ضمانتي، وجربوهم وراه ساهلين بزاف. يلا بسلامه، باي باي.